أنت منذ قليل اجتماع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، عديدة هي القرارات والملفات التي كانت موجودة على طاولة مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، ممكن أبرزها ملف درب العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. أبرز القرارات معاقبة النادي الإفريقي 2 مقابلات دون حضور جمهور وخطية مالية 10,000 دينار. إيقاف ثنائي النادي الإفريقي اسكندر العبيدي ومحمد أمين الحمروني إلى حين مثولهم أمام مكتب الرابطة، التهمة إدخال الشماريخ للملعب. إلزام فريق النادي الإفريقي بدفع مبلغ قيمته 95,000 دينار كتعويض لإعادة تركيب الكراسي في ملعب رادس. معنا السيد عبد الرزاق الدالي النائب الأول لمكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. عبد الرزاق مرحبا بك. مرحبا، تحياتي وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم. إذن سي عبد الرزاق الدالي النائب الأول لمكتب الرابطة لكرة قدم المحترفة، منذ قليل كملت الاجتماع متاعكم، أبرز القرارات كانت معاقبة النادي الإفريقي 2 مقابلات دون حضور جمهور و10,000 دينار خطية مالية، هذا بالنسبة لملف مباراة الدربي. أي وهي عقوبات في إطار تطبيق القانون بطبيعة الحال، معناتها 2 مقابلات خاطر رمي شماريخ واستعمال الشماريخ هذه أدي إلى عقوبة بمقابلتين بدون حضور جمهور. وعلى فكرة ولي نحب أن نوضح مسألة مهمة جدا. تفضل. راهو بعد التنقيح في سنة 23 في الموسم الرياضي 23-24 راهي العقوبة المنطبقة فقط هي 2 ماتش أو يكلو، فمش حتى عقوبة اسمها ماتش أو يكلو. قبل في القانون القديم اللي وقع تنقيحه وتجاوزه، معناتها رجاء انه الراي العام الرياضي والرياضيين والمسؤولين والكتاب العامين ورجال القانون يكونوا على اطلاع انه النص القانوني يحكي على 2 ماتشات، ما يحكيش على ماتش واحد، ما فماش حاجه اسمها ماتش واحد. صحيح في 22-23 كان قانون قديما لا ينطبق الان، اذا العقوبه زي 2 ماتشات او يكلو، وعقوبه ماليه قدرها 10,000 دينار في اطار العقوبات الماليه المندرجه والمنطبقه في قانون العقوبات التونسي، العقوبات الجامعة التونسية لكرة القدم في الكود ديسيبلينير. هذه بالنسبة هذا من أجل رمي المقذوفات المتعددة نتج عنها إصابات كما كتبتوا في الرابور متاعكم في صفوف أعوان الأمن وكذلك مساعد مدرب فريق الضيف، يعني مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي. هذا شنو كتبتوا في الـ في الـ في, الـ في الرابور متاعكم؟ الفرق هو أنه فما إصابات مع وضعيات أخرى ولا مع قرارات أخرى. إيه فما إصابات، هي الإصابات مع أوفيسيال نتج عنه برشا العديد من ارتكزتوا على المعطى هذا، لانه برشا يسالوا في مباراه الديربي الفارط انه فما هنالك شماريخ ايضا. فما شماريخ لكن فماش اصابات. فوالا انا قلت لك مشيتوا على الزاويه هذه بالنسبه لكن فماش اصابات. اذا كان فوالا باش نوضحوا للراي العام، بالنسبه للراي العام راهو فما اصابات في ماتش الذهاب، راهو ما فماش اصابات. هنا فما اصابات. فما اول حاجه خطيره جدا هو الاوفيسيالي اللي هو العون الامن. العديد من العون الامن اللي تعرضوا لاصابات، وكذلك مساعد ممرن الترجي الرياضي التونسي تعرضوا لاصابات. في المقابله الاخرى ما فماش اصابات. كيفاش نقول ما فماش اصابات؟ مع الناس تقارير تثبت وجود اصابات. تقارير شكون يقدمه؟ الحكم في الحكم في ورقه المباراه واضح، او المنسقين اللي عنا في اللي حضروا المقابله. هذا بالنسبه عقوبه دون حضور جمهور. الزام النادي الافريقي بجبر الضرر المادي الحاصل على تجهيزات الملعب الاولمبي حماد العقربي برادس خلال المباراه بدفع مبلغ قيمته 95,000 دينار و380,000. احنا نؤسس العقوبه بما يفرض عليه قانون العقوبات بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم. المساله بسيطه برشا. الدوماج انتري الدوماج اللي موجود في ملعب رادس ريحه الفاصل 18 يخول لهياكل الجامعه التونسيه لكره القدم وخاصه الرابطه اللي هي تعنى بتنظيم وشؤون والعقوبات سلبه لرابطه المحترفين. الفاصل 18 يفرض علينا الزام الفريق الإقام الفريق ولا المسؤول ولا الجمهور ولا اللاعب اللي قام بأضرار بالنسبة للحي الوطني لأنه يعوض يدفع
اموال. وديما نعطيك سؤالات الشارع الرياضي والتفاعلات اللي قاعده توصلنا، انه يقولوا فما مشكل رادس، فما تهشيم وتكسير نشاهدوا فيه في كل ملاعب تونس. شوف احنا يجينا تقرير من اي هيئه او سلطه رياضيه او سياسيه او امنيه او غيره، احنا ناخذوه بعين الاعتبار. هذا هو. طالما ما جانيش تقرير انا في مقابله مثلا في صفاقس في قفصه في سوسه في بنزرت، انا وما فماش واحد طالب غرم الضرر. انا ما الحي الوطني الرياضي لان هذيك صوره تونس. أكيد. وراه مش الكراسي اللي تكسر، راه حوايج تخطر على باله مش لازم ذكرها. هذا باش نفسروا للراي العام ديما سي عبد الرزاق الدالي. فوالا راه 95000 دينار راهي حقيقه راهي معناتها شيء ما يشرفش المشهد الرياضي وما يشرفش النقطة الثالثة، دعوة اللاعب اسكندر العبيدي وكذلك محمد امين الحمروني ايقاف النشاط الى حين المثول امام مكتب الرابطة. طبعا احنا ما نجموش نعاقبوها خاطر ما وردش في تقرير الحكم. قلتوا في الرابور نتاعكم ادخال الشماريخ للملعب. اسمعني احنا ما نعاقبوش وكنا نجمو نعاقبوهم، لكن احنا ما عندناش ماهوش وارد في تقرير حكم المباراة. اذا لكن عندنا تقاريرنا الاضافية اللي توصلنا على الشيء هذا. مثلا ما لم انا ما اول حاجه سريه المفاوضه. ايوه تفرض علي اني ما نحكيش التفاصيل، انا نعطيك المبدا. انا احنا عندنا تقارير تفيد جاتكم تقارير قالوا اسكندر العبيدي والحمروني الفلاني هذوما واحد وقع ضبطه بسبب ادخال شماريخ خارج اطار المانكورونت معناتها خارج اطار الفيستيار وخارج اطار الستاد، والثاني وقع ضبطه داخل معناتها على الجازون كما يقال على في الماكورونس. اذا معناتها مكتب الرابطه قرر استدعاهم لمثولهم امام مكتب الرابطه للاستفسار على الوضعيه هذه واتخاذ الاجراءات اللازمه، لانه ماهوش دورهم، هو دورهم بذل مجهود فوق الميدان واللاعب معناتها الفرق نتاعهم. واضح. يعطيك الصحه على تفاعل معنا وتدخل معنا لتوضيح بعض النقاط. كنت معنا حاضر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مشكور جدا سي عبد الرزاق الدالي النائب الاول لمكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه.